أين تذهب للاحتفال بعيد الحب؟ رحلة في قارب ساخن في الماء تنتظرك في لندن، حيث يتم تجهيز قارب ذاتي القيادة مزود بمياه دافئة لاستقبال الأزواج والمحتفلين. إنه مثالي لموعد أول، أعني أنك لن يكون لديك موعد أول لكسر الجليد أكثر من القارب الساخن، وإذا سارت الأمور إلى أبعد من ذلك فإنها ستكون مكانا سحريا. يتم إعداد قوارب الشواء لإعداد وليمة ملائمة للثنائي، ويمكن تجهيز بعض الأمور اللازمة للأجواء الاحتفالية لإطفاء مزيد من الرومانسية كالشموع المضاءة كهربائيا ولافتات عليها بعض العبارات الرومانسية التي يحددها الثنائي. جاء قارب حوض الاستحمام الساخن في الأصل من هولندا من روتردام، وشاهدناه هناك ونقلناه إلى المملكة المتحدة وقمنا بتطوير المفهوم، ولكنه فكرة مجنونة. وفي عيد الحب قدم فريق القوارب خصما للأزواج بنسبة 50% لتشجيعهم على القليل من الرومانسية، وتستغرق الرحلة 75 دقيقة، ويتم تسخين جميع أحواض الاستحمام إلى 38 درجة مئوية.